واختم مع حضراتكم حلقة الليلة بالاستقبال المتميز اللي حصل في تونس للنادي الأهلي، واللي ان شاء الله يكتمل هذا التميز حتى مباراة الختام النهائي وتظل العلاقات أخوية. الاستقبال كله كان متميز جدا ما عدا حاجة واحدة هعلق حضراتكم عليها بعد ما تشوفوا على الفيديو. نادي الترجي ما هم قدوا ده شيء مقبول تماما، ان في الكورة نادي الترجي احسن نادي الاهلي احسن ما فيش فرق، انما هذا الاسلوب غير مقبول اطلاقا لما يكون هتاف جماعي من بلد شقيقة بنعزها ونحترمها ونقدرها ومن الشعب التونسي. مصر ليست فيفا عبده زي ما تونس ليست لطيفة او غيرها اطلاقا. مصر زي ما يكون فيها فيفا عبده، في ناس تحب فيفا عبده تكرهها، احنا مش مجال تقييم لاي شخص، لكن مصر اكبر بكتير من كده. زي ما فيها فيفا عبده فيها محمد الغزالي وفيها الشعراوي وفيها علماء وفيها نوبل، مصر اكبر بكتير من فيفا عبده. زي ما تونس فيها حنا بعل وفيها علماء وفيها مثقفين، مش كلهم فنانين ورقصات. الفن والرقص الكويس والوحش موجود في مصر وفي تونس، وما زلت أحمل الدعوات المخلصة إن احنا نرتقي فوق التنابذ بالألقاب. لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيلني وطيلك. رجاء أي فعل قبيح موجود في تونس لا يعبر عن تونس، وإذا اعتبرته انتوا اعتبرتوا إن فيفا عبده شيء قبيح، اعتبرها ناس شيء قبيح، ده لا يعني اطلاقا ان هي دي مصر. عيب عيب، التوانسة ارقى واكثر احتراما من كده. نقطة ومن اول السطر. الله غالب، اشوفكم بكرة ان كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.